اهلا بحضرتك مره تانية على الهواء. نواصل اللقاء. توقفنا عند زند يا زند ما يجيش معانا العند. فالبعض يقول ان المستشار احمد الزند واخدها بقى كرامه وموقف شخصي. يا اخي لست في حاجه او لست في حاجه الى ان اقسم لك ان اول من يتمنى ان تحل الازمه في اطار من الشرعيه وحفظ هيبه القضاء واستقلاله وحمايه رجاله والمحافظة أيضا على مهنة المحاماة التي وصفها مجلس القضاء الأعلى الموقر بأنها رفيعة الشأن أحمد الزند. تمام. وأعدك تفضل. من هنا أنا تقدمت ببلاغ حول هذه التجاوزات المسيئة لأن حضرتك اخترت المخفف منها والذي لا يمثل سبا باعتبار يعني ما جرى على لسان العامة الآن. لا، ما أنا من المؤمنين أنا ناقل الكفر. كافر. كافر. فأنا بوعد حضرتك والسادة المشاهدين وأمام الرأي العام حينما يثبت حقي سأتنازل عنه. فعلا. أنا بقول حضرتك هو سجل. أسجل على الهواء. على الهواء. على الهواء. فيش تسجيل. اللي خرج حصل حصل. وربنا يحيينا إلى أن نعيش لهذا اليوم إن شاء الله. وقول لي أنت طيب. وعدتني وأخلفت وعدك. لا إن شاء الله مش قصة هذا العتاب. محاولة الشخصنة فيها أحد المفردات التي استخدمت طالت رموز القضاء. أنا كل دوري إن رجل انتخبت من قضاة مصر لكي أنال شرف تمثيلهم والدفاع عنهم. إذا ما اقتضى الأمر ذلك هل ترغب أو يرغب السادة المشاهدين في أني أنضم إلى مجلس نقابة المحامين لأشارك في الاعتداء على القضاء؟ الدور الطبيعي إيه لرئيس نادي القضاء؟ أن يدافع تمثيل القضاء والدفاع عنه. والدفاع عنه طبيعي. إذا كان الرأي العام الذي أخاطب ضميره الحي لأن المصريين لديهم وعي ووعي عميق رأوا أن القضاء سبق من القضية ولا يجوز الحديث في شيء معروض على القضاء في محكمة الاستئناف وبعدها محكمة النقض. صحيح. ومش بيقول ياما في السجن مظاليم. طب ما هو فيه ناس بتنظلم احيانا وما يطلعش براءة الا في محكمة النقض. صحيح. وده وارد. هل مسموح بالاعتصام والاضراب من اجل واحد ظلم؟ اذا كان قد ظلم غير مسموح. حتى يقول القضاء كلمته النهائية في هذه القضية. كل شيء وارد. طيب هل في فعايز اقول مفردات شخصنة المواضيع وفلان ازاي انا عايز انا راجل اعي جيدا ايه مصلحة وطني وسمعة القضاء اللي انا بتشرف بالانتساب اليه واقدر جيدا مصلحة الوطن وسمعته. الذي يثير القلاقل في هذا الوقت الحرج هو خائن لوطنه لا سيما اذا كان الامر لا يقتضي ذلك. طيب بما ان حضرتك ذكرت كلمة الشخصنة هل هناك موقف شخصي بين احمد الزند وحمدي خليفة؟ الاستاذ حمدي خليفة اقول على الهواء تحدثت او حادثني تليفونيا مرات ثلاث. تمام. أدركت خلالها أنه رجل مهذب ومؤدب ولكن حينما يخرج إلى الإعلام يكون له وجه آخر لعلها ضرورة الانتخابات ولعنة الله على الانتخابات. هي لعنة الله بصفة عامة ده أنا معك في الدعوة دي. اسأله إذا كان قد حدث مني تجاوز بحرف واحد في حقه فليدلني عليه وأنا أقول لم يتجاوز في حقي النقيب حتى الآن بحرف واحد. طيب حمدي خليفة كان ضيفا في مصر النهاردة امبارح ووجه رسالة إلى المستشار أحمد الزند هعدها على حضرتك في ثواني وأسمع تقييم عليها. تفضل. أخذ منك في ختام اللقاء مبادرة مفتوحة وواضحة ورسالة إلى السيد المستشار أحمد الزند تقول له إيه؟ أقول للمستشار أحمد الزند أقول لسيادة المستشار النائب العام أقول لسيادة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى أقول لكل الجهات المعنية كلها بالكامل
ان احنا يجب ان نترفع بانفسنا ونكون فوق مستوى الحدث، ان احنا نتعامل مع الحدث ونتعامل مع المحاماة باعتبار انها شريكة بالفعل للقضاء، ان احنا يجب ان ننظر الى الموضوع برمته بان احنا يعني بنحافظ على مصر وبنحافظ على الشعب المصري وعلى المجتمع، ان احنا نشوف الامور التي تؤدي الى التهدئة. هذا كلام ظاهره ليس فيه إساءة، ولكن في باطنه يحمل ما بين السطور أننا مسؤولون أو شركاء عن التصعيد أو عن عدم إخماد نار الفتنة. هذا أمر عجيب. هو ده اللي حضرتك فهمته من طبعا لما نطالب بالتهدئة معناها أننا يمكننا أن نقوم بالتهدئة ونتقاعس عن ذلك، وهذا ليس بصحيح، لأن القضاء مش في إيديهم تهدئة غضبت المحامين شوية؟ نعم القضاء، وأنا مالي، أنا غير معني بغضبة المحامين. لا أنا أقول حضرتك السشار. أنا راجل تم الاعتداء علي ومسيطر على أعصابي، والقضاء ملتزمين بأدب الحوار وضبط النفس والهدوء وعدم خروج أي لفظ مسيء. طيب لو ماذا يطلب مني اكثر من ذلك؟ طيب لو قلبنا الايه، المحامين اللي فاهمينه جموع المحامين اللي فاهمينه ان محاميي طنطا هم اللي تعرضوا للاعتداء ولم يؤخذ في حق من اعتدى عليهم وفقا لرواياتهم اي اجراء قانوني، هذا تشكيك في سلطه التحقيق. هنرجع تاني، ده اللي في اولى في كليه الحقوق يعرفه، دي جريمه معاقب عليها قانونا. التشكيك في النيابه العامه هو تشكيك في القضاء، ومع ذلك دعني أطمئنك وأطمئن الرأي العام. طب أن هناك نائب عام في مصر اسمه المستشار عبد المجيد محمود أمر بنسخ صورة من تحقيقات القضية التي أدين فيها المتهمين المحاميين حتى الآن صحيح، لأنه يمكن أن يتبدل الحال في الاستئناف، ممكن يبقى تخصص عما دافع به عن نفسيهما من أنهما تعرضا لعدوان من وكيل النائب العام وحراسه. والتحقيق سيأخذ مجراه، لأنه طب يعني شيء يا أستاذ تامر محير للعقول والألباب، ما هو ده المستشار عبد المجيد محمود اللي غض الطرف في إتلاف البارود عن جرائم أمن دولة عليا، الترويع وإتلاف المال العام ومنع سلطة إحدى السلطات النظامية في الدولة من تأدية أعمالها بالقوة، دي جناية أمن دولة. صحيح. غض النظر عن هذا كله وعاقب وكيل النيابة لما رآه معتديا، هل الثقة تتجزأ؟ إذا ما كان القرار في صالحك يا سيدي فأنا نزيه وكف ومحايد، وإذا كان لغير صالحك فيقال علينا ما يقال. نقيب القضية المحامين، القضية نقيب المحامين يا سيادة المستشار في لقائه مع الدكتور سرور اللي تم صباح اليوم أكد على أن الإجراءات التي اتبعت في قضية المحاميين باطلة ولم يأخذ الدفاع فرصته. لو أنا مكانه ما زعلش، المحامي الشاطر لما يعرف أن في بطلان في الإجراءات يبقى طاقه القدر اتفتحت للمتهمين اللي بيترفعوا، تبقى قضيه بايظه، طب دي تزعلك ولا تبسطك؟ عارفينها من زمان دي، قضايا الاجراءات دي عارفينها من زمان. طيب ماذا يضيره؟ بالعكس ده شيء المفروض يسره انه يبقى في خطا وفي بطلان وفي الدفاع طبعا. طيب اسمع، يعني من بين مئات الاف القضايا بانواعها، جنايات أمن دولة وجنايات عادية وجنح ومخالفات، النيابة العامة غاب عنها وعيها في هذه القضية فنسيت القانون أو تناست، سهم الله كده نزل على المحققين وعلى من يراجع أعمالهم وعلى المحامي العام وعلى المحامي العام الأول، نسيوا أبجديات القانون لمجرد أن المعتديين محاميين. يا أخي نحن ننظر إليهما على أنهما مصريين لهما حقوق وعليهما واجبات، وأنا قلت
الذين يتهمونني بالتصعيد